ده ملف جديد بنعمله في الاكسل، بنبين ازاي نعمل اكستراكتنج لليو ار ال فروم هايبر لينك اون اكسل. يعني ايه الاكسل؟ انا عايز اكتب له لينك معين، هو يطلع لي، اكتب له هايبر لينك هو يطلع لي اللينك اليو ار ال. دي مشكله كبيره، ان انا مثلا لو عندي لينك معينه وعايز اكتب اللينك دي الهايبر لينك دي، وبعدين اخلي عايز اليو ار ال لوحديه، عايز ده لوحديه وده لوحديه، مش هقعد اكتب بقى. هنشوف مثال كده ايه اللي بيحصل وايه المشكله. واحنا عايزين في الاكسل مفيش داله تقوم بالكلام ده، فاحنا هنكتب بالفي بي اي فيجوال بيزك فور ابلكيشن، هنعمل داله جديده اسمها جيت يو ار ال، ودي الخليه اللي فيها الهايبر لينك، وده الديفولت القيمه الديفولت، هو هيكتب لي اليو ار ال بتاع الهايبر لينك. مشكله ان انا مثلا عندي وليكن مثلا دي هايبر لينك، عايز انسخ دي. لو نسخت دي كده وعملت كوبي وجيت هنا في الشيت ده عملت بيست، مجرد ما عملت بيست ادي اللينك اللي قدامي دي الهايبر لينك، سوري دي الهايبر لينك، حصل ايه؟ حصل على طول اوتوماتيك، لو انا صغرت الخلايا كده اتكتب اوتوماتيك الايه، يعني مجرد ان انا طبعا هنا في الدالة بتاعتنا، لو سحبت دي كده وهجيب لينك تانية انسخها هنا، هجيب هايبر لينك تانية انسخها هنا، شوف اللي هيحصل. ده بعد ما عملنا الحاجة اللي احنا عايزين نعملها، هجيب دي كوبي عامل بيست هنا على طول الهايبر لينك، بعد مجرد ما عملت بيست الهايبر لينك على طول ببساطة ام هو جايب لي اللينك. يمكن انا عايز اعمل كده عشان بعد كده عايز اليو ار ال ده. الاول كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل كده، طبعا انا مش ناسخ الداله، ممكن ناسخ الداله هنا، ناسخ الداله همسح الداله اللي انا ناسخها من هنا ديليت او كلير. خلاص ما بقاش فيه دوال هنا، هنسخ دلوقتي اللينك تالتة، هايبر لينك تالتة، كنا بنعمل كده مفيش بقى دالة. لازم بقى اجي هنا اروح هناك برضك واقول له كوبي لينك ادرس وارجع تاني. انا محتاج الحاجات دي، محتاج ان احنا واجيب الهايبر لينك بالطريقة، واجيب اللينك اليو ار ال كده، دي الهايبر لينك ودي اليو ار ال. طب احنا عايزين نعمل بقى دالة تقوم بالموضوع ده، عايزين نعمل دالة تقوم بهذا الموضوع، نعمل ايه؟ هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي بالتفصيل، اللي هي الداله بتاعتنا اللي اسمها جيت يو ار ال. المفروض الاكسل فيه مجموعه كتير من الفانكشنز بس ما فيهوش جيت يو ار ال. جيت يو ار ال هنا هنبقى الخليه اللي هي دي اللي احنا هنختارها اللي هنكتب اسمها، هيبقى هنا اسم الخليه اللي فيها، اسم الخليه اللي فيها الهايبر لينك، وهو هي جيت يو ار ال. تعال نشوف الخطوات. ده شيت اكسل جديد مفهوش اي اكواد ومفهوش اي حاجة من الحاجات دي، عايزين نبدأ ننفذ الخطوة خطوة. احنا كاتبين خطوات عشان الناس تعملها ازاي تعملها عندها. هنفتح نيو ورك بوك وبعدين هندوس على الت اف 11 عشان نروح على الفي بي اي نعمل الخطوة دي مع بعض. ادي الاكسل، هندوس على الت اف 11 بعد ما دوسنا على Alt F11 اشتغل ال VBA زي ما انت شايف كده. هنقول Insert وبعدين New Module، هتطلع الشاشة بتاعت الموديول اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هننسخ الكود ده اللي انا هسيبهولك موجود تحت الفيديو او في المقالة، في لينك تحت الفيديو هتقدر توصل للكود ده من خلالها. هنعمله كوبي
ونروح تاني للإكسل ونعمل بيست لهذا الكود هنا. الكود ده هو اللي معرف جواه تعريف الدالة get url اهو، حتى هو اسمه get url. هنبدأ احنا بعد كده بقى هنسجل، ندوس على سيف. خلاص الدالة دي كده بالكود اللي احنا كتبناه كده بقت متعرفة عندنا. هنرجع للشيت الاكسل الجديد اللي احنا فاتحينه، هنيجي على خلية زي الخلية دي كده ننسخ برضك URL من اي قناة. ادينا نسخنا 2 URL اهم، وادي واحد وادي التاني. وطبعا مفيش اي الدالة بتاعتنا، بقى هنشوف ازاي هنجيبها ونفعلها. الدالة دي تعتبر User Defined Function مش Built In Function، يعني مش دالة سابقة التعريف في برنامج مايكروسوفت اكسل، دي دالة احنا عاملينها. اذا معنى كده اللي احنا فهمناه ان انا لو انا عندي حاجة عايز اعملها لازم اتعلم VBA. احنا طبعا هنعمل كورس عن VBA بالتفصيل من البداية، ولكن دي فكرة ازاي اجيب الاكواد الجاهزة واركبها لو هي موجودة وحد فكر فيها. تعال نجيب بقى ازاي هنستخدم الدالة الجاهزة دي. هنستخدمها عادي جدا زي الفانكشنز العادية، ان انا اكتب يساوي واسم الدالة واعرف المتغيرات بتاعتها. تعال نشوف كده، ادي اسم الدالة get يساوي قبل اي دالة زي ما او function بنكتب يساوي get url زي ما احنا مسمينها، وده اسم الخلية اللي هيجيب لي ال url بتاعها. عملت لها كوبي، هو هنا عامل خلية على i4. طب انا حاطط بردك هنا في i4، دي i4 على فكرة، ده i وفي 4 الناحية التانية، يعني دي i4. يعني لو نسخت هنا مفيش حاجة هتحصل، لو عملت بيست كده للدالة على طول جاب لي i4، بس جاب لي ال url دي لدي ال i4 دي. طب هنعمل تراجع، لو انا نسخت هنا هو على طول اوتوماتيك، هنا مفيش حاجة. لو شديت عملت ملي اللي هو الاوتوفيل مفيش حاجة هتطلع في الخلية اللي تحتيها. هكمل الخلية دي التانية دي جاب لي اليو ار ال بتاعها، يبقى هنا اليو ار ال جه للهايبر لينك بسهولة من غير ما اقعد اكتبه عن طريق الفانكشن الجديدة اللي احنا عملناها اللي اسمها جيت يو ار ال. طب حاجة تاني دلوقتي احنا عايزين نغير المكان. طب هنشوف، انا همسح ال يعني لو نقلت ده من هنا من مكانه ونقلت ده، طبعا هو عامل لينكات جديدة. طبعا لما دوست كده هيروح لليو ار ال، هيفتح الفيديو ده، هو راح للفيديو بس احنا مش عايزين الفيديو، احنا مش عايزين الفيديو، فاحنا هنقفل الكلام ده. طبعا لو انا عايز اعمل تعديل للدالة بقف على الدالة نفسها وادوس على الاف، تطلع هنا الدالة. هنا دي السيل اللي هي فيها اللي هي المفروض الكتابة اللي فيها دي هي دي الهايبر لينك، ودي الديفولت فاليو اللي انا عايزها. لكن طبعا النتيجة جات لي اهي. طب فرضنا ان انا عايز اغير القيمة دي، مش عايز اجيب هايبر لينك اللي هي اتش مثلا 4، فهاجي كده زي الدوال العادية اقول له انا عايزك تجيب لي اللي دي، وبعدين اقفل تاني واقول له اوكي. ساعتها اتشالت لان هو بيجيب ال اتش 5 لدي زي ما بين كده. فطب انا عايز اعدل، عادي جدا اسحب دي اقفل دالة كده فوق واسحب دي للي ده، ساعتها كده بقت اتش 4 وادوس انتر، خلاص ساعتها جاب لي اليو ار اي عشان نقدر دالة، بقت دالة زي دوال الاكسل فيها متغيرات بتخش لها انبوتس زي اتش 4 دي بتتغير، وبتعامل معها عادي جدا زي اي دالة موجودة في الاكسل. اتمنى يكون الفكرة دي الفكرة، طبعا كان ليها مضمون ان احنا بنحاول نفهم ازاي نستخدم الـ VBA بشكل بسيط من غير ما نتعلم اللغة نفسها، ان احنا جبنا كود جاهز وركبناه وشفنا الانترفيس بتاع الـ VBA وركبنا الكود ده وسجلنا، بقى خلاص كأني عملنا بيلت ان فانكشن اسمها جيت يو ار ال. البيلت ان فانكشن دي خلاص اصبحت جزء من الكود بتاعنا،
فجزء من الفانكشنز الاساسيه اللي موجوده في الاكسل بقدر استخدمها، وده بيديك فكره ازاي انت تقدر لو في اي فكر وانت مبرمج المفروض عايز تعملها جديده ممكن، او انت حتى بتستخدم الاكسل تقدر تجيب الحاجات دي بتدور على النت. يمكن الفكره بتاعت جيت يو ار ال دي كانت انا اساسا يعني ما جيت فكرت فيها قلت اكيد فيكو في الاكسل حاجه بتحب تجيب الجيت يو ار ال، مش معقول برنامج زي ده يبقى الموضوع ده مش، لكن دورت في كل الفانكشن ما لقيتش غير حاجات بسيطه جدا يعني ما بتعملش الكلام ده. فقلت طب نشوف كده ازاي نعمل جيت يو ار ال في الاكسل، فكتبت في جوجل جيت يو ار ال فروم هايبر لينك بالانجلش في السيرش، فكانت النتيجه ان هو جاب لي اكواد ناس عاملاها بسيطه، فاخدت الكود ده قلت اجربه بغض النظر عن المضمون بتاعه، وان كنت انا بروجرامر يعني، فخدت الكود قلت اجربه لقيته اشتغل، فقلت اعمل مشاركه ليه علشان الناس ممكن تستفيد من الفكره. الناس اللي بتستخدم اكسل عايزه تشوف يعني تسمع يعني ايه في بي اي، يعني الموضوع ده راودني قبل كده ازاي انا يعني ايه في بي اي وهنعمل بي اي وكده. فحلو جدا ان انت تشوف الفكره ازاي تستخدم الاكسل في حاجه تانية مش بلت ان فانكشن، لا في حاجه اسمها يوزر ديفاين فانكشنز. فاحنا خدناه في مثال ظريف، مثال كويس جدا يعني.